بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. محمد مرعب يحييكم من مانجو مار، وبرحب بكم في حلقه جديده من حلقات الايفون 6S بلس او 6S. في ناس كتير بتسال وتقول ازاي اعمل بلوكينج لمتصل معين او ما اخليش متصل يعرف يتصل بيها تاني، سواء كان اتصال او سواء كان مكالمه، وبالذات في نظام اي او اس الجديد او نظام الايفون الجديد اللي هو اي او اس 9. لو انا مثلا بروح على الفون دهوت وبروح مثلا عندي متصل وليكن اللي فوق دهوت اللي هو عايز اعمل له بلوكينج، لو انا رحت على اليمين بلاقي حاجه اسمها حرف الاي اللي هي الانفورميشن مارك دهيت، وبضغط عليها وبنزل تحت خالص بلاقي حاجه اسمها تحت زي ما احنا شايفين كده، هو حاجه اسمها بلوك ذيس كولر، يعني اعمل بلوك للكولر دوت او للمتصل دوت. بضغط عليها وبعدين بقول له بلوك كونتاكت وخلاص، خلصت كده مش هعرف يتصل بيك تاني. لو انت عايز ترجعه تاني، يعني لو عملت اتصال لواحد معين بلوكن لواحد معين وعايز ترجعه تاني، يعني اكتشفت ان هو بالخطا عملت له بلوكن، بتروح برضو على نفس العلامه اللي هي الانفورميشن ديت، العلامه اللي هي موجوده ديت حرف الاي اللي جنب الرقم، طبعا ديت في بتاخدها من الريسنت كول اللي تحت مش من المتصل، تمام، من الريسنت كول، وبضغط عليها وبنزل تحت خالص واعمل له انبلوك ذيس كولر، واخد بالك، ودلوقتي متصل غير يعني مسموح له ان هو يتصل بيك. طب الكلام ده لو هو كان مثلا اتصال عادي او مكالمه، لو انت في جهه معينه او شخص معين بيبعت لك رسائل وانت عايز تعمل بلوك للرسائل ديت، يعني مش عايز تتلقى منه رسائل، بتعمل الاتي: بنروح على مسج اللي هي موجوده فوق دهيت في التليفون، بضغط عليها، ولنفرض مثلا ان الرقم اللي فوق دهوت هو اللي عايز اعمل له بلوك، بروح مثلا على بضغط عليه على الرساله ديت اهوت، وبلاقي في حاجه فوق اهوت اسمها ديتيلز، بضغط على ديتيلز وبلاقي جنب الرقم اهوت علامه تليفون وعلامه برضو الانفورميشن مارك اللي هي حرف الاي ديت، بضغط عليها نفس النظام، بنزل تحت خالص بلاقي حاجه اسمها بلوك ذيس كولر او امنع الاتصال او استلام الرسائل من المتصل دوت، بضغط بلوك ذيس كولر وبقول له بلوك كونتاكت. طيب نفس النظام لو انت عايز ترجعه تاني، بتروح على نفس الكولر دهوت اهوت، بروح على ديتيلز، بضغط على انفورميشن مارك، اهو طبعا انا على الرسائل الاول اهوت، واخد بالك انا على الرسائل، بروح على دهوت وبضغط ديتيلز وبضغط الانفورميشن مارك وبنزل تحته بعمل له انبلوك ذيس كولر. دي طريقه سريعه ان انت تعمل بلوك سواء كان اتصال للكولز او تعمل بلوك للرسائل اللي هي المسجز من اي شخص او اي جهه بتحاول تتصل بيك وانت مش او غير راغب في الاتصال ده. اتمنى تكون الحلقه مفيده ليكم، اشوفكم في حلقه جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.